أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حصة جديدة من بمبرين فاميلي. إن شاء الله تكونوا بخير في هذا رمضان، إن شاء الله تكون أموركم تمام. إحنا الحمد لله أكيد في مطبخنا ودخلنا لبيوتكم، إن شاء الله إحنا نقضي وقت ممتع. اليوم راي معايا ماشي أمي، راي معايا الثنائي أنا ونجوى. أهلا نجوى. مرحبا بك سميحة، مرحبا مشاهدين الكرام، نقول لهم رمضان كريم، إن شاء الله تجوزوه بصحة ولهنا. اليوم سميحة حنقدموا لهم لوحة، أكيد اللوحة اليوم اختارينا يعني نبدلوا شوية على اللحم البيضاء الحمراء، نبدلوا كذلك شوية يعني نبدلوا اكيد الحوت نقول لهم الحوت يعني عامة ولا بد ناكلوه مرة في الشهر، مرة ولا قدرنا شهر رمضان ولا قدرنا. يعني هاد الكيفيه كانت بزاف مطلوبه سميحه، البوراك بالكروفات او بالجمبري، كميه تاع كي تشوفي كميه والله يبارك حيخرجنا حنخدموه مع بعض. وسميحه كذلك حدينا واحد الطبق نحبوه بزاف، اليوم حنديروا الدوغاد اوفور بالخضر. تري بيان، بون اكيد نحب نديرها بلي بات ولا نديرها بالروز ولا نديرها كيما حبيت. حنا حندير اليوم نديروها بالخضر، نديروها بالخضر بالخضروات. ونجوا راح درنا البوراك او كروفيت، البوراك او كروفيت تبعوه مليح ودونوا المقادير لانه سامحنا في رمضان كثير مطلوبه بزاف بنين، بزاف يحوسوا عليه ديجا اصلا الكروفيت ما شاء الله، يعني ما شاء الله هي بنينه بلا حاجه. الكروفيت تاع بلادي، الكروفيت تاع بلادي وحده، لا كروفيت تاع لا ميديتيراني تاع البحر الابيض المتوسط. تنو كونفيرم هذه المعلومه، ايه. تعطيك الصحة. جو كونفيرم هذه المعلومه. الو نبداو هنا بحطيت المقادير، روحي بشويه بشويه المقله، حطيتها تسخن هاي ليك باش نلقاها واجده. هنا عندي شويه زيت وشويه زبده، شويه زيت وشويه زبده، راني صايمه شويه زيت نحطهم هنا. عندي بصله، يعني كميه تاع بصله تكون ماشي متوسطه، شويه كبيره نقطعها هكذا. عندي كمية تاع الكروفيت هنا سميحة، كروفيت فريش ولا سورجولي ما كاش مشكل، مع النكهة تاعها تجي رائعة سورجولي ما فنعملها. عندي شوية ثوم، عندي معدنوس، عندي ان بو دو فروماج والحليب، ونحن نعقدها بالفرينة. وانا نحب ندير شوية تاع كونسونتخي طومات باش ما تجيش كولور تاعها بيضة، يعني كولور تاعها شوية يعني كما نقولو كولور عكري. داكور تخي بيان. الو دوك نبداو، لو طون لي برد انتي ديرنا الطبق خلاص. اوكي الوغ نبدا كيما حبيتي. يلا المهم ديروا شويه زيت، نتعلموا اليوم البوراك بالجمبري. بسم الله. يعني دابيتود نديروا اون بيشاميل، انا اليوم حاش ندير اون بيشاميل، حندير كيفيه سهله. نحطوا كذلك البصله، عطيك توابل انا، شويه ثوم، زوج صوص ثوم، هذا لازم نبصل ولا لا؟ لا جوا نحمصو ماشي مليحه، يعني ما لازمش يكون خضر، ما لازمش يكون طايب بزاف، لانه دوك من بعد هذا حاب نحط لا كروفيت الجمبري، ومن بعدك ابخي باش ندير لاسيزونمون اللي هما التوابل. داكو ديالي معنا في الكحل وملح. دوك نحط لي كروفيت. درتي الملح؟ حندير دوك الملح، حطيت لي كروفيت دوك ندير في الكحل خلاص. يعني كيفيه سهله، سختو لا دخلنا للدار ان بو تاغ، سميحة قعدو نخمو ما ياخدش الوقت. مامي لو كان ندخل للدار من وين ندير البوراك تاع كروفيت؟ دايراتو دايراتو. الوغ ان بو كونسونتخي، ما نكتروش لانه من بعد يجي فيه الذوق بزاف حاضر تاع الطماطم. نقلو كلش مع بعضو، ما نطيبوش مليح لا كروفيت نجوا صح. كنت سالتك لا ديرنيير فوا يا اخي، ما نطيبوهاش. شوفي انا غير نشوفها بدات يعني تكمش شويه، يعني تاخذ اللون تولي ماشي ترونسبارون، تاخذ لون ابيض. نحب دوكا
حنزيدو لا فارين اون فا سانجي افيك لا فارين هنا شوفي سميحه هنا سي لا و شفي لا بيشاميل تاعي سور بلاص ما كان له نطبخها وحدها وحدها واحد دو كويار سوف ماشي معمرين اي بورتو ما درتيش بزاف الزبده والزيت ها ما درتش بزاف وي بورك حنا نقليوه نجوا وي نقليوه ولا نديروه في الفرن كان حتى مشكل داكوغ هكذا شوفوا كيفاش تم تم يشرب من بعد نزيدو له الحليب الحليب غير بشويه حركو اخر حاجه نخمو فيها انه نعمل هذا النوع يعني هذا مش النوع الوصفه تاع البيشاميل فوق وي ديريكت يعني هذه من سهله هذه سميحه درتها من كثرات كنت يعني ان بو بريسي مزروبه هنا ندير فخوماج اون بورسيون ولا كيري كان حتى مشكل دوك هنا وحدو او رايح يدوب ديروهم ديرني معدنوس ونطفو عليه ما نساوش المعدنوس طابت خلاص طابت ما شاء الله هنا ميم الفخوماج دوك شوفي يدوب يدوب وحدو يدوب ما شاء الله واش هو هنا شحال في كي نديرو كي نديرو الحشو داخل شحال نديرو ميكروفيت انا نشوف فيها كبيره نجوا ممكن نقطعوها صح ايه نديرو هنايا سميحه اون نقدروا نقطعوها اكيد ولا نديرو اون ولا دو كروفيت في البوراكه داكو. يعني ما كاش مشكل الله يبارك دوك هذه تخرج لنا دوك شوفوا مع بعض تخرج لنا واحد 10 حتى 12 البوراكه طيب فوالا هنا نحط طبسي نخليها تبرد وروح نشوفوا معك وهاد لا كروفيت هادي سميحه ومن بعدك جو لا فيغ سيزير باش نديرها ديكور داكوغ معناتها ندير حبه كروفيت في البوراك والوحده باش شي يطيح لهم قيس زوج حبات دونك هنا ياكلوا شغل دو زون دو زون اون كروفيت غريي تكون ديكوري في ال ايه وان كروفيت داخل البوراك خلوها تبرد نروحوا سميحه للطبق الرئيسي واش فيه عندي دوغاد اونشوازي حبه كامله مشاهدين حبه كامله ولا زوج حبات متوسطين ولا ثلاثه صغار ولا حنا اونوبتي بور 3 بوتي دونك هاد لي 3 بوتي حنا انا جو في فير دي انسيزيون ندير واحد زوج هنا زوج هنا زوج هنا دو باري دوتر هذا وعلاش باش برك يدخل لنا التتبيله اللي راح نديروها دونك نتي نقول لك هاكي لو كوتو اون فا فير سا هكذا ديري لي من ومن هنا حنا نعرفو سامح لا دوات سي ان بواسون غرا يعني كي نطيبوه ما حش ينشف يعني ما حش ينشف و تو لي بواسون غرا بنان بنان عندهم بنه بارتيكوليير الوغ هنا بالنسبه لا دوغاد من تحت مشاهدينا راح نفرش عليها اللي راح ندير لها فريش تاع بصل وجزر وطماطم دونك حبه طماطيش حبه جزر وحبه بصله هادو باش نفرشها من تحتها وعلاش باش تجيني بنينه ما تجينيش اون دوغاد برك وحدها مانيش حابه دوغاد مشويه راني حابه اون دوغاد اكومباني افيك اون بوتيت صوص دونك وبيان سور راح ندير شويه ثوم ما بيناتهم هنا بالنسبه للتتبيله راح نجيب ان ريسيبيون نحط فيه التتبيله سميحه دون لي دو سونس راني ندير لهم واش نعمل دون لي دو سونس اي وي بيان سور جو ان ريسيبيون صغير عندي الثوم الثوم اللي هنا تقريبا 5 فصوص تاع الثوم يكونوا مرحيين ولا غابي 5 فصوص عندي عصير تاع حبه ليمون بون كاين بزياده عصير تاع حبه ليمون عندي فلفل اسود فوالا ما نكثرش عندي دو بابريكا
هنا بابريكا حنستعمل شويه الحاره، شويه حاره كيما في ال. وعندي راس الحانوت الاحمر، راس الحانوت الاحمر اللي درته امي. وعندي كمون، كمون اوبس هرب وحده. انت لي بيان ايبيسي، بيان ايبيسي، بيان ايبيسي. وعندي الحشيش، الحشيش والمعدنوس، والمعدنوس. وعندي زيت زيتون والملح، ما نساوش الملح. الوغ الملح زيد شويه. فوالا هذا زيت زيتون ثانيها الاولى، الاولى هذيك الاولى. هذه فوالا دو لويل دوليف. كيش راني ندير عقده راني باسكو فيها فيها ال شوفي فوالا هذه اللي راح ندوزن بها. بون لا حبيتي دوزني مكان لي غون لا دوغاد، ندخل مليح لداخل في الكرش تاعها بيان هنايا. بون كاين اللي يحبوا يحطوا دي مورسو دو سيترون، انا جيم با باسكو هذاك لو سيترون يطلق لاميرتوم، يولي مر. صح صح، يفون يوتيليزي لو جو. فوالا نستعمل لو جو تاعو. اي حقا نسيت طوماط كونسونطري. هاك تفضلي جيب لي برك مغرفه طوماط كونسونطري ما تنساوهاش. فوالا اون بوتيت كويير. لكن شفت هذه التتبيله تاعي شويه عقده، ممكن نضيف لها شويه ما. شويه ما اي مليحه بصح، اي مليحه تري بيان مليحه. اوبيراسيون تري ديليكات. اوبيراسيون تري ديليكات. انا زدت شويه ملح لانه انا كي ندير لي غون نحس روحي راني طبيبه. تحياتنا لكاع الاطباء سميحه. وي الجيش الابيض. الو بسم الله نبدا في الكرش. ايوا بدا كيما حبيتي. شحال مليح تخدمي مع الانسان يقول لك ديري واش حبيتي، ديري كيما حبيتي. ماشي واش حبيتي، ديري خلاص كيما حبيتي. يا سلام. عندنا ان بلاتو كيما راهم يشوفوا مشاهدينا، ان بلاتو الون او فور. هو اللي نحط فيه البصل هكذا، نحط فيه زروديه، نحط فيه الطماطم، الوغ في هذه اكيد راح ندير شويه ملح. شويه عكري كوكم بعد يطلق عليها شويه ال هذه التتبيله، التتبيله مش ما تجيناش صامطه. شويه فلفل برك، شويه شويه هذا ما كان. ونزيد لها هذا لو بور اللي امي كثير تستعمله، اللي فيه شويه ثوم وشويه بيرسيل. بيرسيل نديرو هكذا، تحضروا طيب به. لهنا شويه ثوم اون بودر اي سي بون. الوغ هنا انا تاني راح ندير كيما انت. شوفي سميحه فوالا انا ديت لها بيان التتبيله. شويه حشيش راح نرفد الحبه نحطها. تشربت مليحه. وي روعه. سي بون خليتي والو؟ خليت والو. الوغ هذه بالنسبه للتتبيله تاع السمك. راح نحط دو بابيي كويسون فوقو هكذا.
ونزيد اكيد ورق قصدير بابي كيسون الومنيوم وي هكذا نتفاهموا على الطياب نتفاهم مع المشاهدين على الطياب وي كويسون مهمه كيما راهي هكذايا راهم تلت حبات صغار ماشي كبار ما درتش الماء ما درت والو تري بيان داكوغ دونك لهنايا راح نطيبها 20 دقيقه 200 ولا 220 درجه اللي الفوق تاعو سخون 200 سي بون اللي 220 ماشي سخون ماشي سخون فوالا 220 20 دقيقه من بعد نجي نحي الكوفيركل ونحمرو من الفوق يعني البواسون تاعي ما راحش ندوبو ماشي تجي نرفدو يروح لي كامل الفتات هادو يعني ناكد على المشاهدين انه ممكن يعرفوا التتبيله وما يعرفوش ثاني يطيبوه في الفرن دونك واللي ما عندهاش الفرن تقدر تطيبوه في المقله ماشي مشكل برك تغطيه وتعطي له وقته وراني نهضر بالنسبه باش ما يديرناش بزاف الماء ما يقعدش بس فيها بزاف الماء باسكو ما يقعدش بزاف الماء دونك 20 دقيقه 200 ولا 220 دقيقه بعدك نحلو هذا نزيدو له واحد 10 دقائق فقط تقسم يحمر سيتو وماشي حتى يكحل فوالا تكون اون بون اون بيل كويسون سوبر فوالا هذه بالنسبه للدوغات تاعنا اوف وي دوكا تشوفوا لا بردت 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 وي وي بردت تري بيان بردت الوغ نمسحو تماك بلان دو ترافاي داكوغ نجيب ديول شكرا هذا شكرا الوغ هنا اكيد في رمضان سامحة نحبو ديول ميزون نحبو ديول نخدموهم في المنزل احنا نفتقد هذا ديول في السعودية مكانش حاجه كبيره زعما هنايا شحال جيبي لي هذيك اللوحه سميحه راهي تماك من فضلك راهي منا منا راهي منا تري بيان جيبها لك فوالا الوغ حنا البوراك ولفناه نديروه بوراك الشكل تاعو انا اليوم قلت ندير دي تريانجل فوالا مليح باش نلوعو نجيب لكم غرفه وي نجيب هنا لا فارس نحطوها هنا وحده لك وحده ليا نحب نزيد لها سميحه نزيد لها شويه حشيش غير زيد يجي يجي بنين حشيش ومعدنوس ناكد لكم هاد النكهات يجو اروع ما ياكل وي فكرتيني في لي ليغوم نجوا اهي انا درت لي ليغوم تري بيان وي راهم عندي في الثلاجه مغليين وحطيتهم في الثلاجه باش كي السمك يوجد لي راح بعد نجبدهم كملوا البوراك نجبدوهم للمشاهدين الوغ هي على باز دو بريفيرونس ندير هكذا جوست لا فورم المشاهدين يشوفوا ومن بعد نحلها تما انت ما تقطعيش ما تقطعي والو ما نقطع والو ايه داك الزين ندير هنا من بعد شوفي معايا ما نخليهاش تخرج راني يعني نشوف كلش هكدا ونروح ندير المثلثات نروح نولي نروح نولي نروح ومن بعد هنا سامحه ندير شويه ما وفارينه ونغلق به نديرهم لك شكرا هكذا نفس الشيء هذه نديرها على زوج ولا كانت شويه ديول سميحه ولا كان شويه صغار ما نديروش هكذا على زوج نديرو هك وهك كانت ديول تاعي صغيره نجيبو هذه مع هذه انا بيسك راهم كبار نجيبها على زوج ومن بعد نجيبها هنايا تري بيان نحي والو تري بيان دونك ندير لك شويه فارينه ها هاد الكيفيه سهله انا بالي ندير لك لصقه غذائيه اكزاكتومون لصقه غذائيه مطبخيه الغراء غراء غراء اكيد هلا ان كويارا سوب تكفيها
هكذا وهكذا. وهذه اللي تقعد ندخلوها هنايا كومين بوش. نزيد شوفي نزيد لك في فارينة شوية، زيدي فارينة داكو، لازم يكون شوية تقيل على هكا. في الحقيقة أنا غلبتني يدي في الماء، نزلت الماء هكا كيما أمي تقول لك سامحة جيت نكحل عمدها. يعني هاد الكواليس ما يشوفوهمش لي مشاهدينا. لا لا، والمشاهدين يشوفوا كلش، يشوفوا بيتيزي، يشوفوا امي، ما عندهاش مشكل. اه بالك خطره نفكر هذه نحكيها، هذو كان قالين نتلاقى ما نحكيها لهم. خطره مع الام تاعي درت خبزه تاع السردين. ايه بون فني رانا ما خرجناش من السمك. اه من السمك درنا خبزه تاع السردين وكلش. هذيك تاع ست في حبه محبايت وانا فرحت، قلت هيا امه ما دارتليش لا غومخ كي سدفت. بعدك كلها يعني اون بلان تورناج تصوير، قالت لي نجود قلبيها قاعده نخزر فيها، قاعده نقول كيفاش خزرت فيها هكذا، قلت لها ايه نقلبوها. بعدك جاتك واعره؟ اه جاتني واعره. قلت لها امي وما واش ديني من قبل باش نقلبها، قالت لي معليش معليش ما نطيحيها معليش المشاهدين. اه لا لا يا خا، يعني كاين واحد في لي كوليس يصراو لنا عفايس. اه حاجات كيما انتي سامحه خطره في خبايب بن بريم. ايه درتي طرطه التفاح وجبتي التفاح، قلتي نجوا كي نقول لك قطعي لي التفاح قطعيهولي. انا شفت التفاح في هذيك لاكوباي، انا قلت سي بور ديكوري سيغمون. ايه قلتي لي قطعي لي كاع داك التفاح الحصه كاع وانا مع التفاح. وانا في قلبي نقول لك يا اختي واش تسالي لي خاش تفاح لو كان قطعو من قبل كحال، يعني ملي كان دي فوا ندير لو سيترون مي يفا با دوني في في الكاميرا. قطعت التفاح الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه فيليسيون. والله يعني فريمون اي وي بون. كاين المشاهدين تاعنا ثاني ما يراطي والو، يشوفوا يشوفوا كاع البيتيزي اللي نديروه. انا شوفي كيفيه سهله. تري بيان هكذا نفتح ونقلب نشد روحو. نفس الشيء كتريش بزاف غير شويه سميحه مسحه نفتح ونحط وما ما يتحلش ما يتحلش. بون هاكي معنا. شكرا. انا نروح نجبد الخضره ديالي. الله يبارك، شتي شحال يجي الحبه تجي كبيره. الله يبارك. الوغ انايا عندي البسباس مشاهدين، عندي البسباس والبطاطا. الوغ البطاطا كاين اللي يحبوا يقلوها. وي احنا فورناها مشاهدين، احنا فورنا لا بوم دو تيغ، قطعناها هكذا اون كارتي وفورناها. دوكا اللي يحب يقليها يقدر يقليها، اللي يحب يديرها بوتيتوز يقدر يديرها بوتيتوز، اللي يحب يديرها صوتي كيما احنا راح نديروها صوتي بشويه زبده وتوم فقط وشويه معدنوس. يعني لي ليغوم كامل انا اوبتين جوا، حتى اولاد نجوا ما شاء الله ياكلوا لي ليغوم صوتي. يعني الوغ انا ولادي ما كاشهم راني وحدي. دونك هنا عندنا لا بوم دو تير اون فالا فير صوتي داكور، وعندنا كذلك البسباس. البسباس اللي هنا تاني فورناه بصح ما قطعناش باش يقعد متماسك، دوكا نقطعو ونزيد نحمرو في المقلاة في شوية ويل دوليف ولا شوية زبدة مع شوية توم، نخليه يتنكه مليح. قد ما خليناه فوق المقلاة وحمرناه يعني ابتي فو، قد ما يجي الذوق تاعو رائع. كاين بزاف اللي يخطفوا له النار يحطوه فش 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 ويلا نو، يكون مخصوص بنا. دونك عندي البسباس وعندي البطاطا، واش ثاني درنا نجوا؟ ايه والطوماطيش خليتها ليها جيت. طوماط سوريز اللي نتوفرت عنده لا طوماط سوريز ثاني يحطها. دونك نجيبو مقله. شوفي سامحة يعني ني درت الله يبارك راني هذه السابعة، وشوفي شحال قعدت لا فرصة مالا تخرج لنا بلوس دون دوزان.
un peu plus ouais, un peu plus d'une douzaine خليها تحتك هكذايا باش ناخذ الطبسي والبسباس. قلنا البسباس نقطعه على اثنين هكذا يجيني. تحقي لوحة سميحة. لا لا صافا صافا مشاهدينا برك نحمصوا مع بعض البسباس. الوغ ندير شوية هاد البوراك سامحة نقدروا المشاهدين نقدروا نقلوا يوه كم نقدروا نديروه او فوغ ندولو شوية زيت شوية زيت ولا شوية زبدة كما حبينا ونحطوه في الفرن تاني كيجي روعة لانه هاد الديول كما نقول لهم تاع المنزل واحد القرمشة رهيبة. دونك شوف البطاطا درتي لها الملح ديري لها درت لها بصح زيدي زيدي لها داكور البطاطا تحب الملح يعني بالملح دونك هادو قلنا خضر نرافقوهم مع نقص النار باش ما ياخذ وقتها. تحقي معاونة سميحة ولا صافا اني نقول لي برك فوالا دير شويه ملح شويه ثوم بودره نكمل لو بور ديالي فوالا نجيب شويه ملح كملتي نجوى دوكا تقليه تاني فوالا قعدت تسنى على فرصة يعني الله يبارك هذا خرجنا كمية معتبرة مسكات الله يبارك مسكات الله يبارك الوغ دوك انا سميحة ندير المقلة نبدا نقليه ونقطرو انتي تكملي تحمصي لي ليغيوم تاعنا لازم تكون عندهم كولور دوغي باش يجو يشهو لازم ناخذوا وقتهم هكذا وقتهم ربع ساعه وهما يطيبوا هكذا في شويه زيت وشويه زبده شويه ثوم وشويه ملح اعطيك ومن بعدك ندير لهم بيرسيل خلاص معناتها انتي تاني تشوي هذه واش تحطي فيها باش تبليها نتبلها شويه ملح سيتو يعني ما نحبش ال شويه ملح ولا شويه فلكح اللي يحب هذا مكانه ورمينا شويه بيرسيل جوست بوغ تنكيها تاني كحب البيرسيل تري بيان لا لا كروفيت حنا نقول للمشاهدين روحوا فاسيلو لكم للتحليه سيرتو قعدوا معنا مشاهدينا عدنا لكم الان راح نعملوا الحاله اللي هو بسبوسه بالبرتقال. انت قلتي حاله ولا قلت لي حنا نعملوا حاله؟ نعملوا حاله. شوفي الحاله. نتفاهموا حاجه انا في السعوديه كنت نقول نعمل الحلوه نعمل حاجه حلوه ما قعدوا يخزروا فيا. المهم لازم يفهموا بلي حنا نعملوا حاله الحاله اللي هو ان ديسير. داكو فوالا دونك احنا نعمل المشاهدين حاله مع الحلوى اللي هو عباره عن بسبوسه بالبرتقال صح؟ البرتقال والليمون. برتقال والليمون ليمون لانه البرتقال وحده سميحه لازم يكون ليمون باش يمد واحد بيبس بخير واحد الطعم رائع الو هاد البسبوسه مشاهدينا الله يبارك زاكيه بنينه كنت بنينة. وقتيها بنينه وسميحه زاكيه هاد الكميه تخرج لك 22 الى 25 حبه هكذا كبار الله يبارك الله يبارك
الله يسلمك. الوغ دونوا مليح المقادير وما لازمش تنساو حتى حاجه. هنا عندي 3 حبات بيض، دوك نحطهم هنا بالباتور سميحه ولا بالبيتران. وي كيما حبيتي. اه عندي 250 غرام سكر. داكوغ معاهم 3 حبات بيض، 250 غرام سكر. سكر هلا نحطوهم حتى نخفقوهم مليح. عندي كذلك 250 غرام، غرام ماشي مليتر، نوزنوه غرام زيت. شوفي خلط شويه السكر باش ما يطيبناش. 250 غرام وليس مليلتر، يعني بالغرام نعطيها زيت 250 غرام نوزنو 250. هنا عندي 120 غرام حليب. داكوغ 120 غرام عصير برتقال، لازم هنا يكون عصير برتقال. عندي 120 غرام تاع جوز الهند اللي هو نوات كوكو، يكون مرحي ومحمص شويه في الفرن، نحنو الندى تاعو هذاك. هاليك 120 غرام. داكوغ سي بون سي بون تري بيان. هنا عندي كميه 400 غرام تاع سمولين اللي هو هاد السميد، سميد رقيق. 300 غرام. 400 ولا 300 قلتي؟ عفوا 400 غرام. 400 غرام تري بيان. عندي باكي تاع خميره، خميره كيميائيه. داكوغ لافاني، زيز دو سيترون اي زيز دورونج، هادي في البسبوسه في لاباط تاعها. داكوغ عندي الكريمه اللي فيها 150 غرام عصير برتقال، 150 غرام عصير ليمون، 30 غرام مايزينا، و 100 غرام شوكولا بيضاء. هي يعني نقولوا بسبوسة، هي بونو حاجة بصح بسبوسة باكوش فيها، فيها لاباط العجينة تاعها، فيها الكريمة وفيها الشربات. والشربات الشربات لاني هنايا نعاودها حنعاودها اللي هي فريت لاما. ندير 500 غرام سكر، داكوغ اون ترونش دو ان سيترون اون ترونش، حبه ليمونه متوسطه اون ترونش، ونحطها شرائح، نحطها فوق النار حوالي ربع ساعه ونطفي، نخليها تغلي ربع ساعه. بعد ما تغلي نحسب 15 دقيقه ونطفي عليها، تولي كي الزيت سميحه. هكا ايه صح، اون ديغي الزيت راهو في القرعه. صح فوالا. دونك هذه المشاهدين بلا اللي حطيناها هنا، قلت لي باش يشوفوا المشاهدين باش يشوفوا. واه باش يشوفوا شحال خرجت لنا. خرجت نحسبها. دونك هذه مازال راهي سخونه، مازال ما شربناهاش. اكيد حنشربها للمشاهدين. هم لي مول سامحه، كنا خدمنا بهم عده مرات. هادو سي لي مول ماجيك، لي ميني مول ماجيك تاع زمان، شتي هذوك الكبار تاع زمان. اه ونقدو ثاني كهاد الوصفه نديروها في واحد كبير عائلي هكذا كبير، ثاني كيجي روعه هكذا. خير ما تقسمي احسن، ولا ديري شويه ولا ما عندناش المول هادو الصغار، نقدروا نديروه في واحد كبير. شنو لازم نشربوه بيان هذا ما كان. داكوغ الوغ دوكا نديرو البيض مع السكر يخفق اون موس باش نزيدو. حنا دوكا نوزنو، نوزنو 250 زيت، 400 سميد، سميد و باكي خميره، مع باكي خميره، و 120 غرام نوات كوكو، 120 غرام حليب، 120 غرام جو دو اكزاكتومون، ونخلطو كلش ومن بعد نعمروهم. هاي خلاص مع بعض. نسخن لك هذا انجوي خي. نغليها نجوا نسخنها. سخنيها 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 مليح برك.
كي تخفق مليح انا نحطو الزيت. قلنا نفس كمية السكر 250. نزيدو 120 غرام تاع حليب. مع 120 غرام تاع عصير برتقال. على بها بنينة. عندها كما نقولوا مقادير مضبوطة. و عيط الفانيلا والحاجة المليحة. هنا نسحق كذلك مبشور برتقال ومبشور ليمون. لا غاب سميحة ما شتنيش نحطيتها. هاليك حطيتها لك تما. هاليك هيا تحطيتها. نحط هنا. شوفي نجوى تقالت. تحسيها شغل تتقال. تتقال صح. دوك نحط النواشف اللي هما سميد. سميد رطب ولا رقيق قلنا 400 غرام. 120 غرام تاع جوز الهند اللي هو نوات كوكو لازم يكون مرحي. نزيد نرحيه شويه ندخلو في الفرن ليجيرمون شويه محمص. او كسرتها نجوى معليش كسرت لك حبه. هادي انا معليش هادي انا ندوقها من بعد ماشي دوك على بالي صايمه انا نعس فيك جوز الهند 120 مع باكي تاع خميرة خبز. عفوا خميرة حلوة. أنا قاصيني سميحة واقيل والله اللهم إني صائمة. أنتي موافقة بالخبز نجوى. مشاهدينا على أنا معروفة بالبيتيزي. أنا معروفة في العائلة إنه كون صايمة ومن ذاك ننسى بلي أنا صايمة. إيه كلمة موالفة ندوق كو ندوق. دوقي صح؟ من لا في رمضان لا لا في رمضان لا لا. في رمضان سافا بصح الايامات يعني اللي نكونوا فيهم اللي نكونوا فيهم صايمين سواء اثنين والخميس دائما عندي لي بيتيس تاع ندوق وانا صايمه. تري بيان هذه نشهد سميحه. الو بعدك قولوا لي طعمك الله. شحال تتقال نجوى كي تشرب مليح. بسم الله نحط النص نخلط بالفوي. نزيدو النصف اللي قعد لنا. كملت نجوى يعطيك الصحة. دوك سميحة عندك قعدت لك ديري واش ندير لاكريم الكريمه. داكوغ لاكريم كاسرونه سيغ. شوفي المزيج شحال هايل خفيف. الو لاكريم جاكتومون هنايا بس ما كان نديرها في غيسيبيون. ما كان له ما كان له جاكتومون. روح هنا شحال فكريني. الو هنا قلنا 150 150 عصير ليمون و 150 عصير برتقال. 150 عصير برتقال اه. كي من بعد ما تقدري ديري المايزينا ديريها اه وتخلطي بيان بالفوي. هاوليك الصغير سنجيبه لك بارد في بارد يتخلط فاسيلمون اه. ومن بعد سميحه كي تشوفيها قطعي الشوكولا امتي مغسولة تستعملي لي بيبيت سي ميو حيساعدونا في الخدمة لي بيبيتا. لكن لا نقعدو ن هاديك الوغ دوكا نجيب انا ليمول
هاد الليمول دائما غريسي فارينيه، ندير لهم شويه زيت، دانوهم بالزيت، ندير لهم لا فارين. نحكم جو هذا وشنو، هذا وشنو؟ الوغ لا لا، هذا لو زيست استعملته، استعملت الوغ هذا الديكور، هذا حكمت لورانج افيك لو زيستور، حبيتينا بلو زيستور، درت هذيك الطريقه هكذا ونحيتهم هكذاك طوال. ومن بعدك هذا لو زيست درتو في الماء والسكر، يعني درت ان كاسرول فيها ماء والسكر وخليته يغلي شويه باش نتحصلوا على هذا الشكل. داكوغ، هذا ما كان يعني طيبته شويه دون ان سيرو سي تو تري بيان. الو بسم الله، بون نعمروهمش حتى الفوقه، انا فيها الخميره كيما الكيك او 3/4. نجوع الشوكولا شحال ندير؟ 100 غرام. 100 غرام وي. نخلط باش ما تلصقليش. نوزنك شوكولا سميحة؟ معليش دوك شوكولا خيوم بعد ما تطيب. ايه بعد ما تطيب. ما نعموش بزاف او 3/4. قلت لكم هذه الله يبارك تخرج كميه معتبره وتجي خفيفه وبنينه. هذه في رمضان نحبوها بزاف، انها صادون يعني الذوق تاعها مناسب لرمضان. باليش وعلاش، صح لو كان ديريها في ايام عاديه يعني بدير ما زهر نجوي يقدر يدير. اه بيان شربات وي وي يقدر يدير. شوفي ديجا هنايا كاين 11 يعني تخرج الله يبارك. الو شوكولا هادي 100% شوكولا بيضاء. وي نقدروا نديرو فيجي كاوا، نقدروا نديرو حتى مشكل. هادي حتزيد لي واحد البنه في الكريمه سميحه ويعني الغون بلاس السكر. داكوغ اي سي فري ما درناش السكر. اها وي بلاص السكر درنا بصح حكومه مع هكذاك نزيدو الشوكولا بلون بصح تجي اسيد، تجي شويه اسيدولي، تجي ليجامون اسيدولي وتجي بنينه لانه الشوكولا حيمدلها ذوق رائع. يبدا تعقد ولا ترانسلوسيد. شوفي فوالا هكذايا ندير هكذا وي هاليك شوكولا. دوك انا هادي نكملو في ليمون وهادو نطيبوهم. ترجع تشهي الوغ نضيف شوكولا. ايه نخلوها يعني تدوب وحدها شوكولا. داكوغ سو دوا تاتخ بون سا. ايه شفتي يا بنت نقول لك صوموا تصحوا. كرهنا فطر كرهنا بعد ما يطيبون تحصل على هذا الشكل. يعني لي زاماتور اللي يحبوا السميح البرتقال والليمون جيهم على قلبهم، ذوق رهيب. هنا اللي يحب لاكو لوغ صفري يقدر يدير ان بو دكولا. وي وي ميم فو مي خلوها ناتشور. ناتشور ديجا لاكولا حتكون هنا. شوف حنا نعمروهم كي يكونوا سميحه، كي تكون كريمه هكذا ماشي حتى من تاخذ لا فورم. وي عجبتك راكي؟ عجبتني بيل تيكستور اون ديغ انا لابريسون فيها البيضة كي نشوفوها هكذا. صح صح الوغ هكذا نعمرو. عمري عمري اختي عمري. راح نعمر سي سيغ. هادي تليق مع البلا تاعنا تاع اليوم مع البواسون. على بيها درتها مع البواسون كما يقولوا الناس زمان تفاجي تفا. الله 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 الله، من بلتوش نجم.
لازم الحمضيات بلادنا نخدموا بيهم وناكلوهم مام هكذا حلويات. انا من الحمضيات تاع الجزائر ما شاء الله روعه. لا سامحة خاصتنا حمضيات في السعوديه الجزائريه، كاين تاع المغرب العربي كلها تاع الجزائر ماكاش. الوغ نداء، جيبوا لنا حمضيات الجزائر في الخليج العربي، جيبوا لنا كلش تاع الجزائر، خلونا نتمتعوا. دونك نجوا احنا نكملوا البسبوسه ديالنا ونخلوها تبرد لها الله اكيد. ايه ورقه النعناع يا كيفاه والهزم ولا حبستي لي الهضره شفت النعناع مشيت معاه فوالا. حنا نقولوا للمشاهدين الفن 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 نكملوا الديكور تاع البسبوسه هادية نحطوها في الثلاجه ونقولوا لهم نتلاقاو في طاوله التقديم ايه بعد الفاصل، قعدوا معنا صايمين. مشاهدينا الحقنا لنهايه الحصه، كيما راكم تشوفوا الميده راهي مشبحه وحنا رانا فرحانات اكيد بعد التعب الطويل في المطبخ. على بالنا راكم رانا مع بعض سوا في الهواء. نجوى كنا حضرنا مع بعض اطباق جميله مقبله وطبق رئيسي وحاله وحاله سامحه خلينا نزيدش تقولوا غاطو غاطو ولا ديسر الحلا الحلا. الوغ نبداو بالمقدمه، كنا درنا باش نقولوا لهم سميحه هادو واش واش نسموهم ساموزه ساموزه نورمالمون ساموزه بالجمبري سامسا يعني ديول سامسا مالحه بالجمبري بالجمبري نبدلو لهم شويه. شفنا الوصفه وصفه سهله واكيد يعني نقولوا ما لو كان نديروهم برا في شهر رمضان ولي ما لا، وكان يعني الجمبري كان يمام لو سورجيلي الي بنين اه المجمبن صح. هاوليك كما نشوف فيهم فتحنا الحبه باش نشوفوا المشاهدين لداخل اكيد الحشو واش درنا فيه فوالا. ودرنا كطبق رئيسي سميحه دارت لنا لا دوغات او فور، هاد لو بواسون محبوب بزاف وجاي يعني بنين، ودرتي لنا هذيك التتبيله هذيك زادت فيه نص فوالا يعطيك الصحه. هذيك التتبيله جوستومون التتبيله وهذيك لولي اللي درتو تاع البصل والجزر هذاك يقعد فيه شويه ما نرحيوه اون بو لاكومباني مع الخضروات هذوما تري بيان فوالا. هذا واش درنا درناه من التحت وحطينا ولا نخليه هكذاك يعطيك الصحه. يعني الطبق راهو شهيه ودرنا شويه طوماط سوغيز الالوان زيد الالوان زيد وكذلك درنا الحلا لو ميور بور لا فان لو ميور بور لا فان. الحلا اللي درناه ولا التحليه اللي درناها هي عباره عن بسبوسه. عملنا بلي في شهر رمضان نحبوا حاجه يعني قارصه حاجه فيها البوبس، انا قلت لي مالا نديروا بسبوسه بذوق الليمون والبرتقال مع وقت دوكا. كما نشوفوا فيها يعني تشهي شابه شابه وشهيه صح يعطيك الصحه نجوى. الله يسلمك. احنا نقولوا ان شاء الله المشاهدين تابعتوا معنا راكم دونتوا مقادير وعطيناكم فكره يعني باش افكار هادو الا افكار. ونقول لهم صحه فطوركم، تقبل الله صيامكم وقيامكم. بينما نقول لكم مع السلامه مع السلامه صحه فطوركم.